شلونكم اغاتي؟ اليوم حكايتنا خلي تكون عن الغناء والموسيقى ببغداد ايام زمان، وراح احكي لكم على فن موسيقي مع الاسف انقرض وما حد يغني الا القليلين بالمناسبات القليله والمناسبات احيانا الرسميه. اليوم راح اصير حكايتنا على المربع البغدادي. المربع البغدادي من اسمه مبين غناء شعبي يتكون من بيت شعر من 4 أشطر، الأشطر الثلاثة الأولى متكونة من قافية واحدة، والشطر الأخير يسمون الرباط أو قافية المستهل يتكون من قافية أخرى. مثلاً: جيت يا مدلول منك ألتمس، وبوجنتك بلور لو عين الشمس، وبوجنتك بلور لو شمس الضحى، لو هلال العيد تاظم موضحة، جدودك الياقوت شنها مصفحة، والزلف عقرب حرس خدك حرس. وأعتقد المربع فد محاولة تجديدية للبسة البغدادية. تدرون بغداد بالعهد العثماني ما يعرفون من الغناء غير المقام والبسة وراء المقام، ما يغنون. هاي بالرصافة بالكرخ لا يقرون مقام ولا بسة. أهل الكرخ كانوا يعتمدون على العتابة والسويحلي والنايل والميمار ورقص الشوفية، ما يغنون لا مقام ولا بسة. بجانب الرصافة كانت هاي غناء المربع فد محاولة تجديدية للبسة البغدادية. غناء سريع يعتمدون على إيقاع واحد، دنبق واحد، ما يستعملون غير آلة موسيقية. وظهر المربع مثل ما يقولون بالعشرينيات. سمعت الحاج هاشم الرجل مؤرخ المقام العراقي يقول أول مرة سمع المربع كان بسنة 1927 بعرس صار ببيت فرج نعوش، قراءة ألوان البايسيكلتشي من نظم ملا سلمان الشكرتشي. وملا سلمان الشكرتشي من كبار الشعراء الشعبيين، كان مثل ملا عبود الكرخي. المربع اللي قراه ألوان البايسيكلتشي عنوانه الشغل بنشر يا ربع للتالي. غناء المربع البغدادي ما تغني النساء، هو غناء للرجال فقط، والشباب منهم على وجه الخصوص. الكبار يسمعون المقام والبسة، وماكو بي غير الإيقاع، إيقاع الدنبق، وبعدين أضافوا إلى الخشبة حتى الإيقاع السريع. ومنهم يقرأ شعر قريض، وبعدين أبوذية، وبعدين يبدأ بقراءة المربع. أغلب قراء المربعات البغدادية ما يعرفون الأنغام ولا قراءة المقامات الكبيرة، يغنون على السليقة. مثلاً المربع يا ابن الحمولة علي إيش بدلك، هو من مقام لوشار، وكانوا يغنون أهل المربعات البغدادية. وبعدين ناظم الغزالي قراءة طريقة حلوة وجميلة، يا ابن الحمولة علي إيش بدلك، حسنك مرقيك لو عاد إليك. وسمعوا هذا المربع البغدادي الشهير: نايم المدلول اش حلوه نومته، سلهم عيونه وناشر قدلته، نايم المدلول شل ريم الفله، والزلف على الوجه محلاه مفلله، والعيون كبار بغير كحله مكحله، لو يخزرك سهم يرمي بخزرته. وبتاريخ المربع البغدادي صارت بعض الحوادث الطريفه. مثلا سنه 1933 اهل بغداد راحوا بزياره لسلمان باك، زياره دوره السنه ب 21 اذار. راحوا هناك تدري كانوا يبقون يومين ثلاثه ينصبون شوادرهم ويخلون غراضهم. صارت عاصفه قويه، طيرت الشوادر وطشرت الغراض والجذوره. ثاني سنه لما اجوا سلمان باك شنو كان المربع البغدادي مالهم؟ ثبتوا شوادركم يا زوار السنه. سنه 1935 بايام وزاره ياسين الهاشمي عدموا مجرمين كانوا متهمين بجريمه قتل بشعه، خلوا قبال مدرسة الفضل الابتدائية اللي موجودة لحد الآن خلوا منصة الإعدام. فنظم شاعر المربعات وغنوها المربعات قبال المدرسة نصبوا السيباية، والسيباية قصدون منصة الإعدام من الخشب كانت. سنة 1941 صارت حوادث يسموها حوادث الفرهود، اعتدوا على بعض المواطنين العراقيين، بعض الناس والغوغاء، لما سقطت وزارة ترشيد علي الجيلاني. شنو كان المربع المشهور بين أهل بغداد يوم ذاك؟ حل الفرهود كون يصير يومية. ونجي على أشهر قراء المربعات البغدادية ونقول أشهر قارئ للمربعات البغدادية هو محمد الحداد. هذا كان صوته حلو وشكله وهندامه جميل، لكن مع الأسف اعتزل الغناء بعد أن انسجن، اتهموه بجريمة قتل وانسجن سنتين وطلع وبطل الغناء مع الأسف. ومن قراء المربعات البغدادية أيضا سلمان الترامبيلتشي، هذا عنده مربع مشهور شدعي على الخبازة. بعدين إبراهيم كرادي. إبراهيم كرادي قرأ من أشهر المربعات البغدادية، قرأ نايم المدلول سلمان باك سنة 1935 وهي من نظم إبراهيم الشعنون. وبعدين طلعوا
قراء مربعات هواية مثل محمد العاشر وجاسم الوطني وحسين السماج ومحمود بن الحمامشية وفاضل رشيد وصالح العزاوي وعدنان الشيخلي، وهذا الشخص اللي يسموه أبو عقرف هسه يقرأ مربعات. بس أنا سمعت من الفنان قاسم الجنابي مربع عجاج بي وأمتع الناس، مربع حلو شبيد على اللي بلاني بعشرته، يدريني أحبه وموت بفرقته، بل كان إلهي يغير ما نوه بهجر حبيبي القلب منه نشوه، وشهود كلكم علي أهل الهوى شوباش نذر علي برجعته. لهنا وتخلص حكايتنا لهذا اليوم في ما لا غاتي. يدرين أحبه وموت بفرقته. ها، لا تنسونا بإعجاباتكم وتعليقاتكم وشاركونا.